بمناسبة بقى الدوري اللي احنا بنتكلم عنه واللي هو الممارسة وكده، انت من دسوق، انتقال اسرتك للقاهرة كان مخصوص بسبب الانضمام للاهلي. بالظبط. ايه كواليس القصة دي، وازاي يعني اسرة بالكامل تنتقل من مدينة لاخرى علشان ابنهم هيلعب تنس طاولة مش كورة، ودوت مش مش معتاد يعني. احنا بدأنا بداية عادية خالص في نادي دسوق، ما كانش فيه حاجة تدل ان انت ممكن في يوم من الايام تكون لاعب مميز. كان جروب كبير قوي، كان فيه انا وخالد عصر اخويا، وكان فيه اكتر من لاعب تاني يمكن هم كانوا افضل مننا كمان، بس احنا كنا بنحب نكون في الصالة بشكل عام. يعني كان فيه جو ألفة وجو صداقة، وبنعمل كل حاجة تقريبا في الصالة، بنذاكر في الصالة، بنتمرن في الصالة، اعياد الميلاد كانت في الصالة يعني. فدايما حتى الصور بتاعتي كلها اللي في الطفولة 90% منها في الصالة، لدرجة ان انا كنت بقول ما كانش فيه بيت ولا كان، يعني الموضوع كان غريب جدا. موضوع الانتقال للنادي الاهلي برضو كان غريب في رياضه ما هياش الرياضه رقم واحد في مصر، او ما فيهاش عائد مادي. دايما بنسمع ان لاعب انتقل من نادي لنادي بمبلغ كبير، بالظبط، ولكن احنا انتقلنا للنادي الاهلي ساعتها بدون اي مبلغ مادي. كل اللي كان بيدور في دماغ والدي الله يرحمه ساعتها هو كان عايز يدينا فرصه اكبر ان احنا نتمرن بشكل احترافي اكتر، نروح لنادي في افضل امكانيات متاحه في مصر. وكان دايما هو والدتي طبعا دايما بيبقى عايز يدينا افضل فرصه ممكنه في كل شيء، في الدراسه او في الرياضه. فهو شايف ان نادي دسوق احنا جبنا اقصى ما يمكن ان احنا نجيبه في الامكانيات المتاحه، وكان لازم الانتقال للنادي الاهلي. عرض بعض الانديه الاخرى ساعتها على والدي، وكان حتى بمقابل مادي اكبر، بس كان ساعتها في وقتها النادي الاهلي هو اكبر نادي من ناحيه الامكانيات، المدربين، الاهتمام بشكل عام. فجاء بقى القرار بشكل فجائي جدا، جاء والدي قال لنا احنا بكره رايحين مصر، فكلنا فكرنا ان هي زياره، بس هو كان بيقصد ان احنا هننقل حياتنا كلها بمدارسنا، بشغل والدي، بشغل والدتي. حتى احنا كان من اكبر التحديات اللي موجوده، احنا قعدنا سنه هناك ووالدتي كانت لسه في السوق، يمكن حتى اول مره اقول الموضوع ده، عشان هي ما كانتش اخذت وقت شويه على ما تنقل شغلها، فقعدنا منفصلين كعيله، كل ده عشان في الاخر خالص تلعب تنس طاوله او تتمرن بشكل او تنس طاوله، لدرجه ان الناس كانوا بيصفوا والدي يعني ان ده ممكن ما يبقاش قرار حكيم في وقتها، ولكن هو كان عنده رؤيه وكان بيعمل كده عشان يدي لاولاده فرصه يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها بافضل شيء ممكن. برضو كنت من اوائل المحترفين وبشكل مبكر جدا عمريا. صح. في السويد. صح. كان ايه دور الاهلي في ده، واقنعتهم ازاي، خصوصا ان كان واضح انك موهبتك قويه يعني ومبشره؟ شوف، هو في اجتماع في حياتي هو حاسم الاجتماع ده، يعني انا دايما بقسم الكارير بتاعي ما قبل الاجتماع ده وما بعد الاجتماع ده. هو كان نادي الزمالك بيفوز بدوري المصري لتنس الطاوله حوالي 5 سنين متتاليه. جميل. لدرجه ان النادي الاهلي من كتر المحاولات قال لك احنا هنغير الفريق كامل، وهن في ناخد مجازفه هنلعب بالناشئين. فلعب بالناشئين، كانت ساعتها عندي 14 سنه. فطبعا ده كان من الحاجات طبعا ربنا يعني وفقنا فيها بشكل كبير، فكسبنا الدوري السنه دي، وهما الزمالك كانوا افضل بكتير بكتير يعني على الورق هما افضل بكتير. فلما كسبنا السنه دي النادي الاهلي برضو من الحاجات اللي بيعملها كويس قوي ان هو بيدي اللاعب حقه وبيحب يكرمه، فهو كرمنا كفرقه. وبس تاني يوم لقيت نفسي في نادي اهلي الجزيره قاعد على ترابيزه فيها كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، دكتور علاء مشرف اللي هو مدير تنس الطاوله ساعتها، مدير جهاز تنس الطاوله. فتخيل واحد عنده 14 سنه قاعد القعده دي. كان قبلها كان جاي لي الفرصه ان انا اطلع السويد احترف، والنادي الاهلي كان ما بين القبول وما بين الرفض، ناس موافقه وناس رفض. فانا قعدت فطلبت بقى، هم طلبوا مني قالوا لي يعني انت شايف ايه الفتره الجايه، فقلت لهم انا عندي فرصه ان انا اطلع السويد، واللي هيكون مسؤول عني هو راجل بطل عالم بيتا كالس، هيبقى انا هبقى اول لاعب هو هيدربه. فانا شايف ان ده ممكن يبقى فيه بوتنشال كبير وفيه رؤيه كبيره. فطلبت منهم ان انا اطلع وخدت الموافقه في القعده. يعني انا فاكر كابتن محمود قال خلاص اطلع، بس لو هترجع ترجع على بيتك يعني. فدي من الحاجات اللي انا فعلا بعتز بيها جدا وبتشرف بيها جدا. وحتى بعد كده قابلت مع كابتن محمود كذا مره، في لبنان مره وفي مصر اكتر من مره، ودايما كنت بقعد افكر يعني اقول لك يا كابتن لما جيت قعدت معاك كده. فمن الحاجات اللي عمري ما هنساها، ومن الحاجات اللي اثرت فيها فعلا في مجال الاحتراف يعني. طبعا. طيب هنا بقى هحتاج اسالك على حاجه. انتقلت من دسوق للقاهره، ماشي سهلة، إنما بقى من مصر للسويد وانت 14 سنة او 15 سنة،
اولا كان رد فعل اسرتك ايه، وكان عايش ازاي في السويد؟ هو انا طبعا اولا محظوظ جدا ان انا عندي اللي انا مولود في العيلة دي، يعني عندي والدي الله يرحمه ووالدتي واخويا، في ثقة كبيرة وفي دعم كبير قوي، لدرجة ان احيانا بيجي على مصلحة اخويا، حصل حتى في الاولمبيات اللي فاتت ان هو احيانا كان بياخد من وقته عشان يجي معايا يمرني قبل ماتشاتي، وهو عنده برضه هيلعب فرق. ففي تضحيات كبيرة قوي هما بيقوموا بيها، بالذات بعد ما والدي توفى وانا كنت لسه في السويد، فكان لازم بقى يرجع تاني الاخ الكبير او كده، ولكن كنت برجع طبعا، ولكن كان هو بيحصل تضحيات اكبر منهم. والدتي ساعتها لما جالي العرض وان انا اطلع اسافر بره، قالت لي انت لو طلعت ربنا ان شاء الله هيكرمك وهتبقى لاعب افضل، بس يعني حط ربنا دايما قدامك وخاف من غضب ربنا، سواء في الشغل او حتى بره في الحياه التانية. المجتمع في السويد منفتح لاقصى درجه تتخيل، تقريبا كل شيء متاح ايا كان درجة العلاقة بينك وبين ربنا، ملهاش علاقة، بس انت لو عملت حاجات كتيرة بجانب تنس الطاولة بشكل كبير هتبطل، مش هقولك هتيجي بقى عليه، لا بشكل كبير هتبطل، لان المجتمع هناك بتحس ان هو ممكن ما يبقاش يعني ما عندوش الحته بتاعه ان عيب او لا ما اعملش كده او ما اسهرش، لا كل حاجه ممكن. ثقافه مختلفه، الواحد كان يحط خطوط، ده كان مهم قوي. ومع ذلك وصلت للمصنف الاول على السويد وانت عندك 16 سنه بس. عملتها ازاي بقى؟ برضو دي كانت حاجه عايز اقول كنت محظوظ جدا فيها، لان المحترف اللي النادي كان جايبه للاسف حصل له مشكله في السيزن، فما عندهمش محترف، وانا مصري فالقانون بيقول يا انا يا الصيني، ما ينفعش احنا نلعب في نفس الوقت، هو واحد بس خارج اوروبا. فاللي حصل ان هم عرضوا عليا قالوا لي هتلعب بس بدون مقابل مادي، لان دي فرصه عمرك. الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ طبيعي ان اللاعب بيلعب درجه 5 وبعد كده 4 وبعد كده عبال ما بيطلع درجه اولى بيبقى مثلا عنده 22 ده اللي الناس كلها خدته. فانت تخيل واحد بيجي انت عندك 15 سنه فبيجي يقول لك ايه تلعب درجه اولى على طول، درجه اولى على طول، فهو كده بيختصر لك 7 سنين، فهو بيقول لك مش هديك فلوس. فانا كنت عايز اقول له انا اللي اديك فلوس يعني عارف. فلعبت معاه نص موسم بس اللي هو كان مصاب فيه اللاعب الثاني، ربنا وفقني وكان نص موسم رائع يعني الحمد لله. فعرض عليا موسم وبعد كده استمريت معاهم 4 سنين مقابل مادي بقى بعد كده. مقابل مادي بعد كده بدا الاول قليل، بعد كده بقيت الحمد لله يمكن من افضل 3 عقود في السويد الحمد لله. فده برضو كان من الحاجات اللي ربنا كرم بيها جدا. تاني سنة بقى اللي هي اللي حصل فيها اللي انا كنت افضل لاعب في السويد الحمد لله، وكنا بننافس على اللقب.